مشروع البيوجاز ومشروع إنتاج الطاقة المتجددة الجديدة والمتجددة. التل ده بيتقال ان هو 350 فدان، تل عبد الله بن سلام 350 فدان، اللي هو يمين وشمال اللي انت بتقول عليه كده. مش عارف ما انا كنت هناك الوقت. 350 فدان هو طلع منه المصالح دي، المصالح دي كلها طالعه من التل ده. طب والله كويس ان الدوله بتوافق تتعمل مشروعات للبلد كده. لا ما شاء الله يجيبوا بحثوها ويشوفوا مثلا فيها حاجه ولا كده بعد كده. ايوه يعني احنا داخلين على ايه الوقت؟ الاهلي بيلعب الوقت، الناس مت دي تمي الامديد اللي التل باسمها، ما هو اسمه تل تمي الامديد في الخريطه، تمي الامديد. وبعدين في الخريطة تمايل الأمديد ومكتوب برضو تل عبد الله بن سلام، يعني في كتب تل الأمديد وتل عبد الله بن سلام. طيب طب استنى كده، هات ايوه مدرسة هشام المصري ده، دي مدينة الوقتي يعني مركز ومدينة. بسم الله ما شاء الله، هي مدرسة ثانوية صناعية. ايوه مدرسة هشام المصري، هو من ابناء البلد. مدرسة هشام المصري الثانوية الصناعية المشتركة. بسم الله ما شاء الله، ده مدينة جميلة. ده بسم الله ما شاء الله مدينة جميلة. ربنا يعزك، لو ميادين وأشجار ده ميدان ايه بقى؟ ميدان السنترال، السنترال الحكومي. الحديقة دي حديقة عامة. كان هنا شريط القطر الاول. والله كان هنا القطر الفرنساوي. انت وعيت عليه؟ ايوه شفت ده، انت امور صغير يعني. بالعواجيز اللي زي حالتنا اللي يقعوا على القطر الفرنساوي، يعني القطر الفرنساوي كان بيوصل لتمي الامديد هنا. مش عارف الفرنساوي ايه، بس هو الفرنساوي. واحنا دايما كنا نقول عليه الفرنساوي لان في فرنساوي صغير، دلوقتي القطر اللي فيه فرنساوي جديد 2020. اللي هي بقت منافع عامه كده، اللي هي مكان القطر. عملوا فيها هنا طريق توسع طبعا. وانت بتقول عاملين سنترال وحدائق عامه. مبني هنا فين؟ ايوه ماشي كله شروط حلوه.
ده يدخل بقى على تلبانه والدنيا دي كلها الاطرف. تلبانه كده بترجع لورا. اه. كده بتروح على البيضه تاج العز. ايوه ايوه. يعني كده سيادتك احنا بنتجه لايه؟ احنا كده هو نقف هنا اهو. اه. بس كده قدام منك البيضة. قرية البيضة. اه تاج العز. تاج العز اه. آه ما ده كان كله خط القطر الفرنساوي. ايوه. انت راجع لورا كده انت قناع المنصورة بتعدي على تلبانة. اه يعني احنا المنصورة. اه منشية تلبانة كده. منشية تلبانة. وبعد كده في بلاد تاني كده. كوم الدربي شاور. ايوه. ايوه.